دابا بنتي ماتت، هي كانت غير ما عرفناها ودي فين مشات، هي خرجت من الدار ياك. دابا فاش جينا نضربوا الفقد قال لك الطفله ها هي ما كايناش، ملي جينا نسولوا حتى جاتنا الخبر ديال جوزيا قال لك راه الطفله خرجت ميته. انا وديها نضرب في السوق، هاد اللي يضرب ديما هي اللي كانت خدامه عليك، هي اللي كانت خدامه عليك، هي كانت تنوب وتجيب عندها ديبلوم ديال الفلاحه. ايوا دابا داك الشيء جينا تناكلو فيه ونشربو. طفلة فاش جيت تنضرب الفقد ملي جاتني الخبار تصدمت. علاش هي كانت خدامة، شنو اللي خلاها انها تحرق؟ والله اعلم. دابا ما كاينش حتى مشكل عندها هي، دابا هي تابعة الأقوال ديال عباد الله. دابا خاطر هي قال لها راسها تحرق راها مشات، اش غنقول انا؟ بنتي انا بنت خابية ما كنتيش عارف. ما انا ما دابا ما كنتش عارفة واش غادي يكون، عارفة واش غادي يكون التعرض، وانا ما فرصيتش ولا نتبعها والله ما جبت لها الخبر. جلسي عندها 20 عام عندها الدبلوم؟ عندها 20 سنة مالها، راه ها هي في راميد ديالي. اش غنقول لها دوك انا؟ عندها الدبلوم ديال الفلاحة؟ لا عندها. والقرية عندها كانت تدوز في هذيك المدرسة ديال الأربعة ديال فقيه بن صالح، تما فين قرات. والطفلة ما كان بها والو، كانت واضحة غادي مقدة معنا زوينة، وحتى شوية تنصيبو الطفلة هيا هيا هي شوية مشات هذاك 8 أيام ولا شنو ما جاتش، شوية حتى دبرت له الخبار. يا مسامع السي الصباح حتى قال لي واحد الفيديو أنا ما عرفتش البورطابل، قلت له شوف هم تيقولوا وحدة من قاعدة سرقنا ها كاينة كاينة، لا تكون بنتك قلت الله أعلم. طلعت وين نتغدى عاد عيطت واحد الطفلة بنت خويا قالت لي ودي راه الطفلة بنتك راه مشات، راه هي اللي حل البحر. قلت لها الله حل لي حطيت المدغا، قلت لها الله اعلم مازال ما صحاناش. عيطت للطفل خويا في الرباط قلت له ودي اش كاين؟ قال لي انا مازال ما صحاش. لقيت تنصحح عاد نقول لك. واه مشى بقى تيدور شويه قال لي ودي راه صلع عندي راه طلعوها، راه مشينا لذاك السبيطار ديال هذا ديال بن سينا، قال لك ما لقيناهم قلنا داوهم لهيه السبيطار هذا، قال لك راه تبعتها راه هي هذيك ولا طلع هذا صبر ما كاين. قلت له غنقول انا ما غنقول والو، اللي عنده ولدو راه غادي يحكم فيه ويتساعد معاه ويكون راجل ورد البال. دابا ولد اليوم ولاو طايشين وخارجين دابا ما غادي تقول والو، واجي تضربها يقول لك حقرتيها، جريتي عليها يقول لك حقرتيها. دابا ساعفها ما تحبسها على قرايه، با تقعد مرحبا با تجوج الله يعاونها كيما بغات دير الله يسر لها. عندها خوتها هي عندها كاينه بنتي نيت اخرى هي كاينه هنا نيت حكيمه كاين امها. ايوا هادشي اللي وقع لينا هو هذا، هاني جينا حنا من الصباح حنا قاعدين وكتسناو باش يمشيو القلعه ياك. اه